المحاور الكبير مفيد فوزي يحتفل حصرياً على تن بعيد ميلاد ابنته الإعلامية حنان مفيد فوزي، وعلى طريقة المحاور يقدم لها تورتة أسئلة عسلية ويشعل شموع التساؤلات معها حول الإيمان، الحياة، الحب والأمومة والعمل، وعلى كارت التهنئة بعضاً من تحذيرات الأب لابنته يوم ميلادها. المحاور يسأل والعسلية تجيب، فقط في عسل أبيض الأربعاء 3 عصراً على تان تي في.